البرشيل برشيل، وهي شنو البرشيل؟ فريق فاشل لكنه ممثل ناجح، يا بل ولازم مشجعي البرشيل بعد الفضيحة مال اليوم ما يطلعون للشارع 3 أيام، ها؟ وأقول له لهذا علي جليل، شو اسمه علي جليل مو اسمه، إنه هذا الفريق الفاشل ماتك وصل إلى هاي المرحلة بسببك وبسبب المشجعين أمثالك، ها؟ لأنه تشجيعكم لا منطقي ولا مسؤول، وتحاولون أن تعطوني الفريق أكثر من حجمه وتحمله وطاقته وإمكانيته لأنه متواضعة، هيا بل فأنصحكم أنه اليوم تبقون بالبيت وما تطلعون للشارع. يلا حباب.